السلام عليكم ورحمة الله. معاكم حست يا الشيخ. كيما تكونش متهني عيط للشيخ وتليفوني، راني هنا اش 24. الو بونجور. الو عليكم السلام، شكون معايا ومنين كتعيطي؟ جيجي من الجي. جيجي؟ وي جيجي. انت راكي تعيطي من اللي ترونجي على حساب الهضره. هيه، والبلا والهم راح خاضي عليك كونجي. لازم لك انت تنيغوسي وتنيغوسي، ولازم لك ما تقعديش مديرونجي. الشيخ، حبيت نقول لك اون كيستيون ان بو بيرسونيل. معليش. بيرسونيل؟ نعم. ادخلي في الموضوع، حنا هنا وين كان الهم رانا نجاوبه. يا الشيخ، انا راجلي ملياردير عنده دراهم بزاف، وشنو كي يروح يصدق البرا يمد 10 ملايين 3 ملايين 50 مليون يصدق على الناس بزاف حتى ولاو يزقيو ليا البقار. بصح انا كي نقولو يا الشيخ عطيني باش ندير شوبينغ يعطيني غير 5 ملايين لا جورني. تجي في رايك هادي؟ شوفي يا مدام. وي. هذا الراجل مدام راه يمد للناس ويصدق ويدير الخير. ويمد بال10 ملايين وبال5 ملايين، قلتي عليه بقار؟ نعم. هكذا ولا انت يا مد لك 30 مليون واش تقولي عليه؟ واش نقول؟ تقولي عليه حلاب. بالك يشري لها بوكي دو فلور، بالك يشري لها طابليطه تاع الشيكولاتة. اسوسو ما تعرفيش ديجا. دوك نعيط لي الشيخ هو اللي يقول لي الحل. الو. صباح الخير الشيخ. مرحبا، شكون شكون معايا؟ توجور جيجيكا دو جورجورا. جيجيكا يا جيجيكا. داين تصارى الشيخ متشي قلت لي توجي. صح، انت ديتي دور صلاب لا لوسون. شوف الشيخ، انا اختي عطات لي اللغز، قالت لي الملا والفيل كانوا مخطوبين في علاقه حب، وبعد خرجوا في عيد الحب يتمشوا كيف كيف، وفجأة احبس الفيل. هاي غار وعلاش حبس؟ هما كانوا في سان فالونتان. انا عمار. اي بالك يجيب لها كادو باطا شيكولا بوكي دو فلور. قالت لي خطير. ما انا نقول لك اشو جابني ربي خو نتاع النمله. شافهم. يروح يجيب الرونفور نتاع النمل يطلعوا له في وذنه، والاخرين الجروب اخر في وذنه 1500 طروامين الفيل يهبل. هاي هو هاي هو هاي هو. شحال بطاطا حبيبنا؟ شنو 5000؟ وانت حبيبنا شحال بطاطا تعيش؟ 2000. وتعلاك تبيع فيها 5000؟ تحبوا لي يدير لكم منش، علاك تبيع فيها 5000 هاوليك حبيبك او يبيع فيها 2000؟ شنو؟ دقيقة اني جاية، بالك تبوجي. الو. صباح الخير الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ راني مقنوط، راح نطرطق على بالك غير شدني لا نطرطق ندير بومبا اليوم. شكون انت يا سيدي؟ يا كيفاش ما عرفتني شكون انت؟ يا راني سوسو كلونداري. مرحبا مرحبا سوسو كلونداري. وين راكيني نسمع في الفوضى والضجيج والحس؟ يا شيخ باينه راني في المارشي، بعتني ما نجيب لها كيلو بطاطا. والموضوع وشني هو المشكل؟ شوف شيخ، تلاقيت مع واحد حبيبنا انتيك وليد حومه يبيع فيها 2000 ياك؟ نعم. سقسيت لي اون فاسي، قلت شحال البطاطا؟ قال لي 5000. دخل في بالك ماشي حقره هادي. شوفي يا سيدتي المحترمه يا الاستاذه سوسو كلونداري، بما انك راكي في المارشي انت حبيتي تشري يعني البطاطا رطل. حبيت نشري كيلو بطاطا تاع 5000 بصح نديها ب 2000. عندك الحق سيدتي. هي ماشي حقره. لا سيدتي، كيفاه هذه حقره؟ شوفي يا سوسو كلونداري، تقدري تدي 5 كيلو من البطاطا تاع 5000 ب 2000 فراك، وخذيها من عندي ديريك سيدتي. الله يرحم داك اللسان انتيك حبيبنا. انا يجي دير لي 5 كيلو تاع 2000 صاي تاع 5000 نديها ب 2000 صح؟ او قال لي الشيخ؟ لا قال لي الشيخ انتيك ماشي حرام. بوجي غاوي. يا طفل روحي شوفي لي البورطاب واش بيه، راه لا يصوني لا ينال لا راه واكحل.
يالو. الو نعم. يالو. الو نعم اهلا. يالو. الو الو يا طفله راني ما نسمع والو ارواحي. يعطيك الطراش انت يا ارواحي، شوفي لي واش بيه. يالو. الو نعم اهلا وسهلا. عبد القادر. لا لا ماشي عبد القادر. يا عبد القادر. يا ودي ماشي عبد القادر. يالو. الو. اسمع فيا عبد القادر. وين؟ شوفي يا سيدتي المحترمه، انا عبد الشيخ عبد القادر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا جماعه لي تكنيسيان دوك، هذه المراه هذه في كل ضربه تفوتيها له، تضيعوا لي في الوقت. يالو. الو نعم. محمد. لا لا ماشي محمد. عبد الملك. لا لا. خطاب. لا لا. ياسين. راكي مع الشيخ. ياه الشيخ تاع جامع ولا تاع ليكول؟ لا لا انا الشيخ ويسموني سلك الحاصلين. تفضلي. يا جابك ربي. يا الشيخ انا شتي تقول ليك، راهو عندي ولد اختي راح للالمان، راح حارق. كيفاش؟ راح للالمان حارق. ايه. يا وبعد الزوج مع وحدة في عمرها 29 عام، 89 عام. ايه. يا والمرأة ماتت. استني هو شحال في عمره؟ يا عمره 29 عام. وتزوج مع وحدة في عمرها 89 عام. ايه. تطمع. بخصنا الله يبخصه. يا هي قالت ماتت وخلات لي ورث كبير. هذه فيلات، هذه حانوتات، هذه البيرويات. يا وبعدها كي ماتت راح يجيب ذاك الورقة تاع الورث، ذاك الشيك. ايه. كي راح البنكة قالوا له راهي صدقتهم كامل، راهي مدتهم صدقة على روحها لهذوك تاع اللي ربوا الحيوانات. وهذا أمر جيد يا سيدتي. يا ودي راه ما راهش مليح. راه السيد كل ليلة راه ينوض يعيط بعياط، راه ليلة ينبح، ليلة يبعوق، ليلة يحاحي، ليلة يزهر. راه السيد ما راهش مليح، قولي واش ندير له. شوفي يا سيدتي المحترمة. ياه. في هذا الأمر حبيتي تقولي باللي العجوزة هذه خلت دراهم يعني سوارت في البنكة ووزعتهم على جمعية خيرية تاع الرفق بالحيوان. ايه. هكذا سيدتي. ايه. وهذه الحيوانات كاع اللي شافهم راه يعني كل حاجة يهدر كما هي، هكذا. ايه. صح. شوفي يا سيدتي أنا نقول لك. عسيه يوميا في الليل كي يبدا يهترف. اها. نهار اللي يولي قاقي كي الجاج اعرفيه باللي راه برا. يا وخذي